اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فتقاربوا إخواني في الله كده، يعني الناس اللي سندة لو ظهرها مش تعبها محدش يسند يا جماعة، اللي يسند على الحيطة أو على العمود بس اللي ظهره تعبه، اللي ظهره مش تعبه بقى نقرب من بعض كده، يعني عشان يعني الرحمات بتتنزل، يعني إيه بإذن الله سبحانه وتعالى كل ما بنقترب من بعض وكل ما بنجتمع مع بعض وكل ما بنتضم مع بعض. يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى انتهينا بعد 4 مجالس من آيات عباد الرحمن، والنهاردة هنبدأ جلسة قرآنية جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. يا ترى يا جماعة نختار إيه؟ يا ترى نبدأ في إيه من آيات كتاب الله في الوقت اللي النور بيقطع فيه على طول؟ عايزين النور يجي يا جماعة، عايزين النور يجي. للأسف النور مش مقطوع بس من البيوت ومن الشوارع، يعني في أنوار مقطوعة من كثير من القلوب والعياذ بالله. يعني عايزين النور يجي في قلوبنا، عايزين النور يجي. عشان كده نتحدث عن قول الله: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هنتكلم عن آية المشكاة والآيات التي بعدها في سورة النور، صفحة 354، صفحة 354 آية المشكاة، صاد 354 طبعا بمصحف الملك فهد، في سورة النور آية رقم 35، آية رقم 35. يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبتدئ إخواني وأحبابي في الله، نبدأ نركز شوية كده، احنا عايزين النور يجي، لأن النور يعني قلوبنا مش منورة يا جماعة، قلوبنا مش مليانة نور الهداية، الطريق قدامنا مش واضح، ما عندناش خط سير واضح للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى معناه أن النور مش موجود. عشان كده نتحدث عن قول الله: الله نور السماوات والأرض. يا جماعة، قال السلف: من عرف الله حقا عبد الله حقا، من عرف الله حقا عبد الله حقا. اللي عرف ربنا بحق وحقيقي هو اللي يعبد ربنا بحق وحقيقي. يعني احنا الوقت في صلاة العشاء كل واحد خاشع على قد ما هو عارف هو واقف من ايدين مين، على قد ما انت عارف انت واقف من ايدين مين خشعت. فلما ربنا يقول الله نور السماوات والارض، لو انت عارف من هو نور السماوات والارض مش هتبقى العبادة بتاعتك بالمنظر ده، ومش هيبقى الحال بتاعنا بالمنظر ده. ان احنا نعرف اسماء الله الحسنى، ان احنا نعرف صفات الله العلى. يعني يقولك ربنا عليم، يعني ايه ربنا عليم؟ يعني ايه علم ربنا؟ يعني يعني لو جبت علم الاولين والاخرين، لو جبت علم محمد بن عبد الله وابراهيم خليل الرحمن وموسى وعيسى واولو العزم من الرسل، وعلم 124,000 نبي ورسول على مدى تاريخ البشرية، وعلم شيوخ الازهر، وعلم شيوخ السعودية، وعلم الحكماء والفلاسفة، وعلم كل علماء الدنيا في جميع انواع العلوم، وعلم جبرائيل وميكائيل واسرافيل، وعلم حملة العرش، وعلم الملأ الاعلى، وعلم اهل الجنة، وعلم ملائكة السماوات السبع. لو جبت كل هذه العلوم وضربتها في مليار مليار مليار، كل ده ما يجيش قطرة في محيط علم الله سبحانه وتعالى. انك تعرف يعني ربنا العليم. اينشتاين بسبب معلومة واحدة عرفها: امريكا صنعت القنبلة النووية اللي نهت بها الحرب العالمية الثانية في 3 ايام، بسبب معلومة واحدة عملوا القنبلة النووية. يبقى العلم ده قوة مهولة. انك تعرف يعني ربنا العليم، انك تعرف عظمة اسم الله العليم، انك تعرف قوة ربنا وقدرة ربنا. يعني ربنا القوي، يعني لو جبت قوة جميع القوى الكونية وقوة الجذب وقوة الطرد والكهرباء وقوة البترول وجميع الأقوياء وقوة الملائكة وجبريل علمه شديد القوى وقوة الملك اللي رأسه عند العرش ورجله في الأرض وقوة
الكون كله وضربتها في مليار مليار مليار، كل ده ما يجيش قطرة في محيط قوة الله ولا شيء أصلا وفي محيط قدرة الله سبحانه وتعالى. إنك تعرف صفات ربنا، إنك تعرف من هو الله. الله ده بيسموها في اللغة براعة الاستهلال، انك انت تبدأ الاية بلفظ الجلالة والقلوب مليانة رصيد الفطرة، فالقلوب لما بتسمع كلمة الله كأنك بالظبط كده لمست الجرس اللي بره الباب، كأنك بالظبط كده لمست قلب الانسان اللي بيتكلمه فينتفض القلب ان كان فيه خير. الله، انت عارف من هو الله سبحانه وتعالى، انت عارف لطف ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا يقولك ان موسى وبيترمى في البحر اللي رمته امرأة انقاذا له من القتل على ايد جنود فرعون اللي هي امه، واللي خدته وحمته امرأة اللي هي زوجة فرعون، واللي خدته ورجعته لامه امرأة اللي هي اخت موسى. يعني كأن المعنى فرعون بيقتل الرجالة، فرعون خايف من الرجالة، طب انا هخلي الفتح يجي على ايد النساء، طب انا خلي اللي يشتغل النساء، طب انا خلي النصر ينزل على ايد النساء. ربنا لطيف يا اخوانا، ربنا عليم، ربنا قدير، ربنا سبحانه وتعالى قوي. ان احنا نعرف من هو الله، من هو الله، نعرف ربنا حق المعرفة. لما نعرف ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفة ساعتها نعبد ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة. من عرف الله حقا عبد الله حقا، ومن عرف الله مشي حالك عبد الله مشي حالك. اللي يعرف ربنا يعني معرفة وخلاص، اي معرفة هيعبد ربنا اي عبادة. فعلى قدر معرفتك لله على قدر علو عبادتك لله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والارض، كلمة الله يعني ايه الله يا جماعة؟ حد يعرف يعني ايه الله؟ ها، اول معنى من معاني اسم الجلالة ايه؟ ها قول، ولها الفصيل الى امه. الحصان الصغنن لما كانوا يبدأوا بقى يفطموا عن امه فيقعد يصهل يصهل بينادي على امه من الشوق الشديد، الحب والحنان، الحب والشوق الذي تشتاق اليه القلوب، الذي تحبه القلوب، الذي لا تستغني عنه القلوب ولا النفوس. الله. طب ايه المعنى التاني لكلمة الله؟ من الوله، يعني المعنى الاولاني من الوله، الوله اللي هو شدة الحب والشغف، شدة الشوق. الوله ده اللي هو يعني لما حبيبه يبعد عنه يبقى مش داري بنفسه، فيقولوا انت مالك والهان كده ليه؟ يعني موش داري بنفسه، موش داري باللي حواليه، مش عارف يركز مع حاجة، مش عارف يتفاعل مع اللي حواليه. الوله، فده المعنى الاولاني اللي هو شدة الشوق اللي شغلك عن الدنيا واللي فيها. ها، طب والمعنى التاني الله قالوا منين؟ ها، قال لك من يعني الله من ما تحار فيه العقول. ها، ما تحار فيه العقول، حيرة العقول، ان العقل يحتار في شيء. لما يكونش العقل محتار في شيء فيعني قال لك ده برضو لغويا جاي من نفس المعنى الله. طيب والمعنى الثالث قال لك من الإلهة، الإلهة اللي هي العبادة والطاعة والخضوع. طب والمعنى الرابع قال لك من لاها، لاها لام ألف ه، أي غاب واحتجب. طب يعني إيه المعاني دي كلها على بعضها بقى؟ الله هو الذي القلوب هائمة في محبته، والعقول حائرة في عظمته، والجوارح منقادة في طاعته، فهو المعبود بحب وتعظيم بالغيب. يبقى الاربع جذور اللغوية اللي العلماء قال لك ان كلمة الله بتنتمي يا اما الى الذي تشتاق اليه القلوب، يا اما الذي تحار فيه العقول، يا اما الذي لا يرى، الغيب الذي لا يرى، يا اما الذي يعبد ويخضع له. فلو جمعنا الاربع معاني هنلاقي لفظ الجلالة معناه الله هو الذي القلوب هائمة في محبته، والعقول حائرة في عظمته، والجوارح منقادة في طاعته، وكل ذلك بالغيب وأنت لم ترى ولكن الفطرة اللي ربنا وضعها في قلبك. يبقى الله، يبقى أنت لما تسمع كلمة الله إيه اللي بيتحرك في قلبك؟ إيه اللي بيرتجف في قلبك؟
الله، دي كلمة السر في الكون كله. عشان كده عشان ربنا يحفظك بتقول ايه؟ ها بتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ايه شيء، لا يضر مع اسمه. لو طلعت المريخ وعايز ربنا يحفظك من اي حاجة هناك، كلمة الله تقولها بسم الله ربنا يحفظك. يعني معناه ان كلمة الله دي كلمة السر في الكون، الكون كله عارفها، الكون كله عنده ولاء لله سبحانه وتعالى. فكلمة الله سبحانه وتعالى. عشان كده غلام الأخدود يا اخواني، غلام الأخدود لما الملك جه يقتله فضرب سهم فما جاش، قال له انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، تاخد سهم من كنانتي ثم تقول بسم الله ايه رب الغلام. طب الغلام ده مين؟ طب رب مثلا محمد، رب احمد، رب ابراهيم، رب حسام، رب ايه، ليه رب الغلام؟ ليه لما قال الله لم يذكر اسمه؟ لانه لا يعلو مع اسم الله شيء، فاذا ذكر اسم الله لا يعلو معه اسم. فلما قال له قل بسم الله ما قالوش ايه قل بسم الله رب احمد، ما فيش خلاص بقى باسم الله ذكر، لا يعلو مع اسم الله شيء. عشان كده خاتم النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيختم بيه تلاقي مكتوب محمد رسول الله، مكتوب كلمة الله فين، فوق ولا تحت؟ الله فوق وبعد كده رسول في النص ومحمد تحت. طب ليه؟ طب ده هي محمد رسول الله يبقى محمد فوق. لا، اذا ذكر اسم الله فلا يرفع مع اسم الله شيء، خلاص الله لا يرفع مع اسم الله شيء. عشان كده يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الرجل اللي عنده 99 سجل سيئات يتحطوا في كافة السيئات، فتطب كافة السيئات فيجيبوا بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتتحط في كافة الحسنات فتطيش السجلات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. انك انت يبقى كلمة ربنا لا يعلو مع اسم الله في قلبك شيء، ولا يرفع مع اسم الله في قلبك شيء، ولا يثقل مع اسم الله في حياتك شيء. كلمة الله في قلبك ليها هذا القدر، كلمة الله في قلبك ليها هذا الجلال، كلمة الله في قلبك ليها هذه العظمة. كلمة الله لما كلمة الله بتذكر يا اخواني انت تدخل في ولاية الله وفي حمى الله. عشان كده لما بتيجي في اذكار الصباح والمساء او بعد الصلاة وتقول لا اله الا الله وحده وحده وحده، دي سكينة بتذبح كل ما سوى الله من قلبك، وحده مفيش غيره. بتقول لقلبك كده وحده مفيش محبوب غيره، وحده مفيش حد يتخاف منه غيره. عشان كده لما انت بتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، انت بتكلم مين؟ بتكلم مين؟ بتكلم ربنا؟ لا، بتكلم قلبك، بتكلم قلبك. انت بتدي درس خصوص لقلبك الوقت، انت بتقول لقلبك وحده مفيش غيره، ما تحبش حد غيره، ما يبقاش ليك وجهة غيره، ما يبقاش ليك مقصد غيره، ما تعظمش غيره، ما تخافش من غيره، ما ترغبش الى غيره، ما تقفش على باب غيره. فوحده دي سكينة بتذبح بها كل ما سوى الله من قلبك. كل ده يا جماعة بنتكلم فيه لما الآية بتبدأ بكلمة الله، بيسموها علماء اللغة براعة الاستهلال، انك بادئ بحاجة تشد الناس كلها اللي في قلبها خير، اللي في قلبها تقوى. الله نور السماوات والأرض. يعني ايه نور السماوات والأرض؟ اي هادي اهل السماوات والأرض. نور السماوات والأرض اي منور قلوب اهل السماوات والأرض. نور السماوات والأرض اي ممد اهل السماوات والأرض بنور الهداية الموصل الى الله، ونور العلم الموصل الى الله. ربنا اللي بينور لك يا ابني. القرآن نور بس مش هتشوفه الا لو ربنا اللي نور لك. العلم نور والسنة نور بس مش هتشوفها الا لما ربنا اللي نور لك. الله نور، الله المصدر الوحيد للنور في الكون كله. كل ذرة نور في قلب جبرائيل من هداية الله، كل نور في قلب ملك من ملائكة السماوات من هداية الله، كل نور في قلب نبي من الانبياء وولي من الاولياء وصديق من الصديقين، مصدره الوحيد هو الله. فلا يوجد مصدر لنور الهداية في الكون الا الله. الله نور السماوات والارض. يعني لو عايز النور اقف على باب ربنا، النور قاطع الوقتي،
عند كتير قوي مننا، النور قاطع في قلوب كتير مننا. عايز النور، اطلب النور من الله، قف على باب الله واسأل الله النور. الله نور السماوات والأرض، كأن الآية بتقول لك بص بص لكل النور اللي في السماوات والأرض، بص لجبرائيل وهو يعبد الله ليل نهار، بص الإسرافيل وهو ماسك السور وحان رقبته وبقاله آلاف السنين حان رقبته مستني أمر من ربنا عشان ينفخ فورا. يعني عايز في وضع استعداد، وممكن يكون لسه 1000 2000 10000 سنة عشان لما يصدر الأمر يبقى في ثانيتها ينفذ الأمر. بص الجبريل وهو عند سدرة المنتهى كالحلس البالي، زي الإنسان اللي ملوش عمود فقري، زي القماشة القديمة المقطعة من كتر الانكسار لله. بص للصدقين، بص للشهداء اللي بذلوا دمهم لله، النور اللي في قلوب كل دول عشان يعملوا كل ده، النور اللي ربنا حطه في قلوب الصوامين عشان يصوموا، في قلوب القوامين عشان يقوموا، في قلوب الذكارين عشان يذكروا، في قلوب المخبتين عشان يخبتوا، نور اليقين في زمن الشك، نور الإخلاص في زمن الرياء، نور النفاق، نور الصدق في زمن النفاق، نور البصيرة في زمن العمى، نور المقامات الإيمانية في زمن الشهوات والشبهات. كل النور ده ملوش غير مصدر واحد، الله. الله إن أذن أن ينور قلبك نور قلبك، وإن لم يأذن قلبك يفضل زي ما هو. عشان كده الجملة اللي في الأول دي يا جماعة، الله نور السماوات والأرض، كلمة تشوقك، كلمة توقفك على باب ربنا، كلمة تجذبك انك ترفع ايدك وتقول يا رب نور قلوبنا، يا رب يا رب املأ قلوبنا من نورك يا نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. بعد كده طيب مثل نوره كمشكات فيها مصباح. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ايه مثل نوره كمشكاة؟ ايه المشكاة دي؟ وايه المصباح ده؟ والمصباح فيه زجاجة، ايه الزجاجة دي؟ والزجاجة كأنها كوكب دوري يوقد من شجرة، ايه الشجرة دي؟ ده بيسموه تشبيه مركب. يعني ايه تشبيه مركب؟ يعني مجموعة من الحاجات، كل حاجة منها حاجة اصلا. يعني المشكاة دي رمز الحاجة او تشبيه لحاجة، المصباح ده تشبيه لحاجة، الشجرة دي تشبيه لحاجة، الزجاجة دي تشبيه لحاجة. فانت لازم تفهم ايه التشبيه ده عشان تقدر تفهم ايه المعنى اللي ربنا بيتكلم عنه سبحانه وتعالى. فربنا بيقولك مثل نوره، مثل نوره، نور الله. يعني ربنا نسب النور ده لنفسه دلالة على عظمة هذا النور. العلماء قال لك اي مثل نور الله في قلب العبد المؤمن. ربنا هيكلمنا الوقت يا جماعة عن مصباح. مصباح لو ربنا ادهولك مفيش ظلمة هتبقى في حياتك، مفيش شتات هيبقى في حياتك، مفيش حيرة هتبقى في حياتك. يا رب نور قلوبنا بالإيمان، يا رب اللهم نور قلوبنا يا نور السماوات والأرض. إن ربنا ينور لك قلبك. ربنا يتكلم الوقت عن وصف مصباح من أعجب ما يكون. المصباح ده تخيل لو بقى معاك. طب المصباح ده تخيل لو بقى جواك. اللي ربنا اداهم المصباح ده هم اللي بقوا الانبياء والصدقين والشهداء والاولياء. ان ربنا يديك مصباح ما تتوهش بعده. معظم الناس حتى الملتزمين الوقت تايهين، تايه، محتار، مشتت، محبط، ما هوش عارف يجي يمين ولا يجي شمال. انك انت والناس في الشتات والتيه، الله يديك المصباح ده ينور لك كل حاجة في حياتك. مثل نوره. يبقى بص بقى المصباح العظيم ده اللي الآيات توصفه كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، يوقد من شجرة. ايه ده؟ بصوا يا جماعة عشان نفهم ايه ده، عايزين حاجة من اتنين. يا اما نفتكر اللمبة بتاعت بالليل، اللي كانوا بيسموها اللمبة، اللمبة الجاز دي بتاعت القرى زمان، يا اما نفتكر الاباجورة، حاجة من الاتنين. اللمبة كانوا بيحفروا لها حتة في الحيطة كده ويحطوا اللمبة فيها، عاملة بالظبط. تعال نجيبها الاباجورة. الاباجورة بيبقى ليها صندوق كده بيحوط اللمبة، حاجة كده محوطة اللمبة. طيب ايه قيمة ان يبقى في حاجة محوطة اللمبة دي؟ المشكاة اللي حوالين اللمبة دي هي المشكاة، الصندوق الصغير ده اللي حوالين اللمبة، زي بالظبط حتة الحفرة اللي كانوا بيحفروها جوه الحيطة زمان ويحطوا فيها اللمبة
اللي مولعه بالزيت. طب ايه قيمه الحفره ديت؟ زي ايه قيمه الغطا بتاع الاباجوره ده؟ قال لك قيمته انه بيكثف النور في مكان واحد، انه بيركز النور في مكان واحد، انه بيجمع النور. طيب لو المشكاه ديت، لو غطى الاباجوره ده مخرم مثقوب مقطع، هيحصل ايه؟ ها حد يقدر يقول لي هيحصل ايه؟ هتفرق النور، النور هيفضل يخرج من الفتحات يطلع في كل حته، فتيجي على الحته اللي اللمبه انت عايز تركز النور عليها هتلاقي النور ضعف فيها. ليه؟ لان النور تشتت. طيب لو شلنا الغطا بتاع الاباجوره ده، نور المصباح هيخرج في كل حته فيتشتت. فانت لو نورت لمبه مثلا فوق هنا في سطح في سقف المسجد، هتنور لك ايه في المسجد؟ الموضوع كبير. انما لما تكثف النور في مكان واحد، يبقى المشكاه ديت ديت زي غطا الاباجوره اللي مكثف النور في مكان واحد. طيب بعد كده فيها مصباح، ايه هو المصباح بقى؟ المصباح اللي هو ايه؟ ايه المصباح في لمبة الجاز بتاعت القرى، وايه المصباح في الاباجورة؟ اللمبة؟ لا، اللمبة اللي هي الزجاجة، الفتيلة. الفتيلة بتاعت اللمبة هي المصباح. يعني لغة المصباح اللي هو الفتيلة، اللي هي الفتيلة بتاعت لمبة الجاز اللي انت بتولع فيها العوق الكبريت تقوم مولعها نار، اللي هي الفتيلة بتاعت المصباح الكهربائي، اللي هي لما بتتحرق في المصباح الكهربائي يقول لك اللمبة دي اتحرقت. حتى لو كل حاجة باقية تانية سليمة، يبقى المصباح اللي هو الفتيلة. طيب المصباح فيه زجاجة، ايه هي الزجاجة؟ اللي هي الازازة بتاعت اللمبة، او الازازة بتاعت اللمبة بتاعت القرى زمان، الازازة اللي حوالين الفتيلة. طيب يوقد من شجرة مباركة، يعني يوقد من شجرة؟ من زيت شجرة. الزيت اللي هو بيتحط في الايه؟ في الـ في الـ في الخزان بتاع الفتيلة زمان. اللي يعادله الوقت ايه؟ في الاباجورة الكهرباء، اللي يعادله في الاباجورة الوقت ايه؟ الكهرباء. بس كده احنا كده يا جماعة فهمنا التشبيه، فهمتوا التشبيه؟ يبقى هي المشكاه لو جللنا عن الاباجورة عشان نركز مع بعض بس ونفهمها، لان لو فهمناها هنخرج بمعاني كتير جدا. في الاباجورة ايه هي المشكاه؟ الغطا بتاع الاباجورة اللي بيكثف النور كله في مكان واحد، في مكان واحد. تبص جوه كده الغطا تلاقي الدنيا متوهجه بالنور. طيب ايه هو المصباح؟ الفتيله بتاعت اللمبه. طيب ايه هي الزجاجه؟ الزجاجه اللي حوالين اللمبه. طيب خلاص. طب ايه هو بقى اللي يوقد من شجره؟ ايه هو الزيت اللي بيمد؟ قلنا هنا ده الكهرباء. طب تعالى بقى للمصباح بتاع زمان، ايه هي المشكاه؟ الحتة الحفرة اللي جوه الحيطة اللي بتحط جوه عشان تكثف النور برضو. طيب ايه هو المصباح؟ الفتيلة. طب ايه هي الزجاجة؟ الازازة اللي محاطة بالفتيلة. طيب الشجرة ايه؟ من زي يوقد ومن زيت شجرة بقى، يبقى الزيت اللي في الخزان ده. التشبيه ده يا جماعة بالنسبة لنا احنا ايه بقى؟ بالنسبة لنا احنا ايه؟ لان ربنا هنا مش بيكلمك عن اي حاجة، ربنا هنا بيكلمك عن مصباح في غاية العظمة زي ما نوصل. ده يعادل عندنا ايه؟ المشكاه عندنا هي ايه؟ القلب؟ لا لا، مع ايه بقى اسمها ايه؟ المشكاه الصدر. صدر. ما انت طب المصباح عشان نوصفها الوقت ايه؟ لا، امال الزجاجه هي ايه لما المصباح القلب؟ ايه؟ الفطره. المصباح الفطره اللي ربنا حاططها جواك. طب ايه الزجاجه؟ القلب. يبقى في فطره حواليها زجاجه اللي هو القلب، والزجاجه اللي هو القلب جوه مشكاه اللي هو الايه؟ الصدر. طب ايه الشجرة اللي بيجي منها الزيت اللي بيخلي المصباح ده منور؟ القرآن. لا مش الايمان، لان الفطرة على القلب على الصدر هو ده الايمان. انما الشجرة اللي بتجيب الزيت اللي بيعمل وقود مستمر وانارة مستمرة هو الايه؟ القرآن. عشان كده بعد ما ربنا قال كده قال ايه؟ نور ايه؟ على نور. يعني ايه نور على نور؟ نور الايمان اللي في الفطره والقلب والصدر على نور القران، الدنيا بقت نور في نور،
كل حاجة نورت. فنزل نور القرآن على قلب متقد بالإيمان، فأصبح الإنسان نور على نور، فبقى المصباح ده اللي معاه النور ده مالوش حل. عشان كده يا جماعة تخيل لو صدرك بقى مشكاه حافظة للنور، يعني ايه؟ يعني حضرتك بتحضر خطبة عن عظمة الله وجلال الله، تخرج من الخطبة حاسس انك عايز ايه؟ كسر الدنيا. الله العظيم، انا هفضل اذكرك يا رب للنهار، انا هعبدك يا رب للنهار، على بالليل ان شاء الله بكره اشد حيلي ان شاء الله باذن الله، على تاني يوم عايزين نحضر درس تاني بقى يشحننا. فصلنا عم الشيخ، الشحن راح، ده معناه ان ايه اللي عندك بايظ؟ المشكاه اللي بتتكسف النور، معناه ان المشكاه عندك ايه؟ مخرمه بايظه بتسرب، فالنور قاعد يتسرب يتسرب يتسرب. فانت النور اللي جه جوه قلبك بعد ما سمعت درس عن ربنا وعن الجنه وعن النار قاعد يتسرب يتسرب يتسرب. كل واحد بقى، في واحد النور بيروح بعد ساعه، واحد بعد يوم، واحد بعد 3 ايام، واحد بعد اسبوع، كل واحد على حسب المشكاه بتاعته. احنا نتكلم دلوقتي، عارفين العربيه يا جماعه، عربيه لما بتدخل في شركه الصيانه، احنا نتكلم دلوقتي عن جهاز النور جواك، عشان نعرف ازاي نصون هذا الجهاز. يبقى المشكاه هي الصدر الذي يحفظ النور، يبقى وظيفه المشكاه ايه؟ ان النور ما يتشتتش بعد ما جه. يبقى المشكاه لو بايظه النور هيتشتت. عشان كده شوف سيدنا موسى، شوف سيدنا ان شاء الله، شوف سيدنا موسى عليه السلام، ربنا بيقول له في سوره الشعراء ايه؟ رب اني اخاف. بيقول له ربنا اني اخاف، قال له ايه؟ كلا كلا، هذا لا يكون ابدا، اوليائي انا احفظهم واحرسهم، كلا انني معكما اسمع وارى. راح موسى الفرعون وقعد سنين واخذناه بالسنين والسنين وعدت سنوات، وبعد كده جه بعد سنين طويلة موسى رايح واقف قدام البحر الاحمر عايز يعدي، وفرعون جاي بالسيوف بتاعته، فقال اصحاب موسى ان لمدركون، راحت خلاص كلنا هنتذبح الوقت، يا عم ده جيش وقوات ومعهم امكانيات، يا عم راحت خلاص. قال كلا ان معي ربي. جاب كلا دي منين؟ اللي ربنا قالها له من سنين، لما قال له ربي ان اخاف قال ايه؟ كلا. يعني المشكاه بتاعت سيدنا موسى النور اللي دخل فيها من 10 سنين ما خرجش، سمع عن ربنا كلمة خرجت زي ما هي بعد سنوات طويلة، قال له كلا انني معكما بعد سنين. ده دي في اول سورة الشعراء. اخر القصة في سورة الشعراء بقى ان لمدركون، قال ايه؟ كلا ان معي ربي. نفس الكلمة اللي ربنا قالها له، نفس الكلمة بالظبط. ان انت قلب، ان انت صدرك يحافظ على النور، ان انت ما تقعدش محتاج تسمع 1000 مرة عن ربنا عشان تحس بالعظمة، 1000 مرة عن الجنة عشان تحس بعظمة الجنة، 1000 مرة عن النار والقبر عشان تخاف من ربنا، 1000 مرة عن التوكل عشان يجي، 1000 مرة عن الاخلاص عشان يجي. يبقى اذا يا اخواني في الله ده معناه ايه؟ يبقى المشكاه هي الصدر، الصدر وظيفة الصدر ايه؟ حفظ النور. طب لو انت صدرك مليان بقى، مليان تعلق بالدنيا وتفكير في الدنيا، هيحفظ النور زي ده؟ خرم قاعد يصرم. طيب ما هو المصباح؟ ايه هو المصباح؟ الفطرة. يعني ايه الفطرة يا جماعة؟ الفطرة دي المصباح اللي منور جواك، ده ربنا سماه المصباح، المصباح اللي بيقلب الليل صباح، ده انت جواك نور يقلب الليل اللي في الدنيا دي كلها صباح، بس انت اللي مش عارف قوة الفطرة الرهيبة. يعني ايه الفطرة؟ الفطرة يعني انت متبرمج آليا، لو انت خدوك ساعة ما اتولدت رموك في جزيرة ما فيهاش مخلوق ولا فيها تلفزيون ولا اذاعه ولا نت ولا كتب ولا اي حاجة، وطلعت لوحدك بدون اي مؤثرات تفسد الفطرة بتاعتك، اول ما تطلع لازم هتسأل نفسك اسئلة برمجيا اوتوماتيكيا، هتسأل نفسك هو مين اللي عمل كل ده؟ لازم هتسأل نفسك ده لو لم تلوث. طب الشباب عندنا لما بيكبر ما بيسألش كده ليه؟ لان النت والتلفزيون والمجتمع الفاسد لوثوا فطرته، انما الفطرة ده اوتوماتيك هتسأل نفسك غصب عنك الاسئلة دي، مين اللي عمل كل ده؟ والسؤال التاني،
مين اللي خلى كل ده يخدموني؟ ما هو كل ده بيخدمني انا، الشمس دي بتنور لي، والارض دي حملاني، والبحر ده بيجيب لي سمك، مين اللي خلى كل ده؟ والحاجة التالتة، طب هو اللي عمل لي كده يعني مراده مني ايه؟ او يعني لازم تبدأ تفكر. لا، ما هو مين الحاجة اللي بعد كده؟ طب في بعد كده ايه؟ طب انا الوقت بعد كده في ايه؟ لازم اوتوماتيك هتوصل. لو سألت الاسئلة دي وانت فطرتك سليمة هتصل الى الله والى عظمة الله سبحانه وتعالى، هتصل الى عظمة الله. ممكن مش هتعرف ربنا يريد منك ايه، يجي هنا الشرع، انما الفطرة انت جوه قلبك بحر من حب الله ومن تعظيم الله طبيعي، ربنا خلقه جواك. لو انت فطرتك دي ما اتطمسش عليها بالذنوب هتفضل منورة. طب ايه رأيكم بقى يا جماعة لو الفتيلة محروقة، لو الفتيلة اتحرقت قاعد تنور بالعود الكبريت مش راضية تلقط، الفتيلة بتاعتنا الفطرة بتاعتنا بقت عاملة زي الفتيلة المحروقة، عايزة تتجلش، عايزة تتجلي. عشان كده الطفل عامل زي الفتيلة اللي بالشمع اللي عليها لسه، اول ما اتكلموا عن ربنا يلقط على طول، اعظم تربية، يبقى دي الفطرة. طيب المصباح في زجاجة، ايه هي الزجاجة؟ ايه هي زجاجة؟ يا اخوانا هي مش لوغاريتمات، في حاجة حواليها حاجة حواليها حاجة، في حاجة اسمها مصباح اللي هو الفتيلة، الفتيلة اللي هي الايه؟ الفطرة. حواليها زجاجة، ايه الزجاجة؟ القلب. حواليها مشكاة اللي هي الايه؟ صدر. ده هو نفس الترتيب اصلا في الشكل، يعني هو نفس الترتيب يعني شكلا هتفهمها. مصباح فتيلة هو دي الفطرة، حواليها زجاجة صنع ناصعة ملساء جميلة بتعدي النور، اللي هو القلب، حواليها مشكاة اللي هو الصدر. طيب الزجاجة، ربنا شبه القلب بالزجاجة ليه؟ لان القلب زي الزجاجة الصافية الناصعة. طب ايه رأيك بقى لو الزجاجة هببت اتملت هباب؟ الفطرة الفتيلة محروقة والزجاجة هببت، هتعدي نور؟ مش هتعدي نور. يبقى احنا عايزين الزجاجة ايه؟ تتصنفر، عايزين الزجاجة بتاعتنا. فالقلب ده عامل زي الزجاجة الرقيقة، بس ربنا قالك الزجاجة كأنها ايه؟ كوكب دري. دري قالك الكواكب الدرية التي لا يغيب نورها من السماء، يعني الشمس على قوتها بتظهر بالنهار وتختفي بالليل، قالك الكواكب الدرية لا يغيب نورها ليلا ولا نهارا. فكأن القلب ده نور 24 ساعة، وقالك درية من الدر اللي هو الاحجار الكريمة اللي بتدي اشعاع عظيم، قالك القلب ده يعني مليان نور رهيب. يعني اذا الصدر مشكاة حافظة للنور، والقلب زجاجة زي الكواكب الدرية اللي منورة السماء للنهار، والفطرة مصباح يقلب الليل صباح. تخيل انت بقى لو انت من جوه كده هيبقى شكلك ايه؟ هيبقى حالك ايه؟ طب انا دلوقتي المشكاة بتاعتي عاملة زي البتاع المخرمة اللي بتفوت، طب القلب بتاعي عامل زي الزجاجة المهببة اللي ما بيعديش النور، طب الفطرة بتاعتي عاملة زي الفتيلة المحروقة، طب ازاي اصلح ده؟ هي الايات جاية عشان تقولك تصلح ده ازاي؟ ازاي تصلح ده؟ يوقد من شجرة مباركة، يوقد اخطر فعل في الحياة كلها فعل يوقد. عارف يعني يوقد؟ عارف يعني ايه؟ اللحظة اللي الفتيلة لقطت النور فيها فقامت متوهجة، قام الزجاج مولع النور ومكتره، قام المشكاة حافظة النور ومكثفاه، قام النور نازل على الجوارح، بقيت بطل من الابطال بتجري في الدعوة، بتقوم الليل نص الليل، بتصوم يوم ويوم، بتذكر الله للنهار، بتنفق بتتصدق بتضحي عشان ربنا، بتجاهد في سبيل الله، بتطلب العلم. هو ايه اللي حصل له؟ ما كانش كده، الفتيلة نورت، الفتيلة لقطت. عشان كده لفظ يوقد ده اخطر فعل في حياتك، ان الفتيلة تلقط يحصل الاتقاد. عشان كده الآية اللي بعدها ربنا بيقول لك ايه؟ في ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. ايه اللي في بيوت؟ ايه اللي بيحصل في بيوت؟ العلماء وقفوا قدام كلمة في بيوت، قال لك في بيوت دي تعود على ايه؟ يعني انا
الآية اللي قبلها بتقول رب الله نور سنتر ماشي، بعد كده بتقول في بيوت، هو إيه اللي في بيوت؟ فالعلماء قال لك يوقد في بيوت دي عملية الإيقاد، يعني قال لك إن الفعل ده بيحصل فين؟ في المساجد، يعني قال لك هذا التفاعل العظيم بين زيت الشجرة المباركة وبين المصباح، هذا التفاعل الذي يؤدي إلى الاتقاد وتوهج النور يحدث في المساجد. تدخل المسجد وانت مطفي، تدخل المسجد وانت تايه، تدخل المسجد وانت محبط، تدخل المسجد وانت الدنيا سودة قدامك، تدخل المسجد وانت ما انتش عارف تعمل ايه، تعبد ربنا صح في المسجد، تحصل عملية الإيقاد، تخرج من المسجد تنور الدنيا دي كلها للناس. عشان كده عملية يوقد بتحصل في المسجد، عملية الاتقاد التفاعل العظيم ده بيحصل فين؟ في المسجد. يبقى الآيات بتربطك بالمسجد، الآيات بتعرفك قيمة انك قاعد الوقت بتسمع درس في المسجد. نفس الدرس ده لو سمعته بره المسجد مش هيبقى له نفس تأثير المسجد. قيمة ان يبقى ليك اوراد عبادة يومية في المسجد زي جلسة الضحى مثلا، قيمة انك انت تقعد في حلقات القرآن والتحفيظ في المسجد، قيمة ان احنا جلساتنا تبقى في المسجد، قيمة ان بيئة الايمان تبقى في المسجد، قيمة انك لما الدنيا تتوه معاك وتلاقي نفسك اتشتت وتلاقي الامور ضاقت عليك وكروبات في الدنيا والدين، تقوم داخل المسجد متوضي ومصلي في المسجد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى الصحابي قاعد في المسجد، مالك يا رسول الله؟ كروبات وديون. فقال له قول اللهم انت ربي، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك الحديث اللي اخره. يبقى الصحابي لما حس بمشكله جري على فين؟ على المسجد، جري على المسجد، جري على بيت الله سبحانه وتعالى، جرى على بيت الله. يبقى يوقد، يبقى ده اعظم فعل في حياتك، فعل ده اللي احنا يا جماعه جايين ندور عليه. الفعل ده هو اللي انتوا جايين النهارده هو اللي انا جاي النهارده عشانه اصلا، هو اللي انا بتكلم في القران عشانه اصلا، هو اللي احنا قاعدين نحضر دروس ونطلب علم ونحفظ قرآن ونصلي ونعبد وندعو الى الله، كل اللي احنا بنعمله ده ونصوم ونتصدق، كل ده عشان الفعل ده يحصل. كل ده لهفة على ان ده يحصل، على ان الفتيلة بتاعتك تلقط وتقوم منورة، والنظام النوراني اللي جواك يتوهج، فربنا يديك هذا المصباح العظيم فتعيش الدنيا وانت معاك الكلوب الرباني ده، ما عادش في متاهة، ما عادش في حيرة، ما عادش في شتات، ما عادتش الطاعة تقيلة على قلبك، ما عادش ما انتش عارف يمين ولا شمال، ما انتش عارف يا رب اعمل ده ولا اعمل ده، بقت الدنيا كلها واضحة قدامك. ده لو حصل فعل ايه؟ يوقد. عشان كده يوقد جت بالفعل بضمير الفعل المضارع، عملية مستمرة، ان لما بتنور يا ابني ان شاء الله بإذن الله طول ما انت متصل بالشجرة المباركة النور هيفضل طول حياتك. طب يوقد من ايه؟ شجرة مباركة. ايه الشجرة دي بقى؟ الصدر بتاعك. انا عايز يا رب الصدر ده ينضف، وعايز القلب ده يا رب الازازة المهببة دي تتصنفر، وعايز يا رب الفتيلة المحروقة دي تتجلي وترجع تاني فطيرة فتيلة بالايه؟ بالزيت اللي بالدهن اللي عليها. عايز يا رب الدنيا تتوهج يا رب. يبقى يوقد ايه؟ تضحك على الفطيرة؟ يا عم طب روحت الفطيرة، انا قاعد الفطيرة فطيرة، روحت الفطيرة يعني بدل ما تضحك. فانت فيوقد الواحد لما يكون بيفكر في حاجة سبحان الله بتدخل في بعضه، يعني مع انه ما بفكرش في الفطير والله. انا ممكن اكون بفكر في البط في الحمام في، انما الفطير ما بفكرش فيه. يا يعني مش بتاعنا فطيرة، مش بتاع الكلام ده، يعني انا بتاع مقل حجمه و المهم الا لو الا لو فطيرة، ايوه بال ايه حاجات ال ها الهبر اللي بتتحط جواها كده. يا رب اللهم ارزقنا انت خير الرازقين، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى. يا ترى البيتزا بتاعت الفردوس الاعلى بقى شكلها يا جماعة؟ والكريبات بتاعت الفردوس الاعلى بقى يا عم؟ الكريبات ايه يا غلابة؟ فردوس الاعلى يا عم ناكل فيها عيش يا الواحد مستني يدخل الجنه ان شاء الله، ولا يا رب عايز 10 خرفان.
اصل الواحد الحمد لله وشكر الله يعني مريض ما باكلش لحمه قوي يعني، يعني فالواحد نفسه ايه خروف كده، وتيجي تاكل حته دهن يقول لك الكوليسترول والشرايين بتاعت القلب هتتسد يا ادي يا عم والله ما واكلين خلاص، تيجي تاكل لحمه اليوريك اسيد والحصوات بتاعت الكلى وهيجي لك في هتترصب الاملاح اليورات في 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 كلتك وفي كعبك وفي ركبتك خلاص مش عايزين يا عم خلاص، تيجي تاكل يعني يعني اكل بقى نشويات وتفتح يا عم هتتخن يا عم خلاص مش عايزين ناكل، يبقى ما ندخل الجنه نعمل ايه؟ هناكل يا رجاله نعوض تقول الجنة هناكل ان شاء الله. عارفين اول اكلة هتتقدم في الجنة ايه؟ اللي هي بيسموها في الدنيا ايه؟ استاكوزا بقى يا عم اللي بيسموها ايه؟ بحريات. بحريات اول اكلة في الجنة يا اخوانا بحريات. انت تعرف تدخل تاكل يا عم ربع كباب امرك لل 40 50 جنيه مثلا، تعرف انما تعرف تروح محل بحريات وتفتح بجد؟ ها مش انتوا جعانين ولا الله يكلنا ذلك الرجل يعني الحمد لله وشكر لله. فاول اكله في الجنه بحريات يا اخوانا، زياده كبد الحوت يعني يعني ده حاجه بحريات بقى ربنا يصبرنا على الدنيا دي لحد ما نخرج منها على خير. والله يا اخوانا فعلا الدنيا سجن المؤمن، اللي يفكر في الجنه كتير يتخنق من الدنيا يعني يعني ما يطيقش الدنيا اصلا، يحس ان هو عايز يعني طب يا رب اعمل ايه عشان اموت وادخل الجنه واخلص من الدنيا دي. يعني اللي يفكر اصل الدنيا دي حاجه خناقه يعني قمه الخناقه، فاللي يفكر في الجنه كتير فعلا يعرف يعني الدنيا سجن فعلا، يبقى عامل بالظبط زي اللي في السجن مش مصدق يتحكم عليه يتحكم له بالافراج، فيعمل زي حرام ابن ملحان كده لما اطعن ما بصش مين اللي طعنه، يا عم انا قاعد في سجن وواحد قام كسر حته من الجدار هبص مين اللي كسر، هجري اجري يا عم فزت يا رب الكعبه الحمد لله يا عم بلا دنيا بلا بتاع بقى. فاحنا ده الاكل ده غير الحور العين قصه تانية خالص. حريم هتزعل ايه؟ هو في حريم؟ حد يتاكد لنا يا اخوانا في حد هنا له اخت او زوجه او حاجه؟ في هنا حريم؟ طبعا الحور العين دي لها مراتك بتاعت الدنيا حبيبتك بتاعت الدنيا يعني. فالمهم يا اخواني في الله احنا كنا فين يا جماعه؟ احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ يوقدوا من شجره مباركه، هو ده اللي مصبرنا على الدنيا والله، هو ده اللي مصبرنا على الدنيا، يوقدوا من شجره مباركه. ايه هي الشجره دي بقى؟ القران. طب ليه ربنا ما قالش يوقدوا من زيت شجره رغم ان الشجره ما بتتحطش على المصباح ينور، ده الشجره بتتعصر بطريقه معينه والزيت بيتحط فالزيت ينور. ايه بقى الشجره؟ شده التصاق القلب بالقران، كان من القران للقلب مباشره، يو انك انت يبقى فيه صله مباشره بين قلبك وبين القران. ناس يقول لك لازم تدرس التفسير عشان تحسب القران، اوعى 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 تظن ان الفلاح اللي قاعد دلوقتي بيحرد في الارض ما يعرفش يقرا ولا يكتب ما يقدرش يحس بالقران اكتر منك ويبكي منه. امال انا بذاكر تفسير ليه وبحضر جلسات تدبر قران ليه؟ عشان تبقى من اهل القران، ده تلتقي بقى في المقام. انما اي انسان ممكن يعيش مع القران. هو الكلام فيه حاجه يا جماعه؟ هو انا لما اقول لك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل، والكلام ده محتاج حد يشرحه لك؟ الكلام ده محتاج حد يفهمه لك؟ الكلام ده محتاج قلب، الكلام ده محتاج زجاجة نظيفة ماهيش مهببة بالمعاصي ماهيش مهببة بالشهوات، محتاجة مش كاسة سليمة ماهيش مخرمة بالشبهات، محتاج فطرة بالشمع اللي عليها ماهيش محروقة من كتر والعياذ بالله الذنوب اللي نكتت عليها واللي نكتت على الزجاجة بتاعت القلب. الكلام ده محتاج واحد سليم يا جماعة عشان يحس بيه ويعيش معاه. يوقد من شجرة. طب القرآن يتسمى شجرة ليه؟ يتشبه بشجرة ليه؟ الوقت ربنا قال من شجرة ايه؟ مباركة ايه؟ زيتونة ايه؟ لا ولا لا شرقية ولا غربية ايه؟ يكاد زيتها يضوء لو انت بتسوي نار. خمس مواصفات للقرآن، كل صفة من دول لها علاقة بالقرآن. ايه علاقة ان القرآن يشبه بالشجرة؟
ليه القرآن يشبه بالشجرة؟ ما هو زيتونة، ما هو هيطلع زيتون، وكلامك ده صح، بس احنا دلوقتي بنتكلم ان خلاص هو هيطلع زيتون. ليه ايه الشجرة؟ كل اللي انتوا قلتوه ده جميل جدا جدا، بس الشجرة ابرز صفة فيها ايه؟ ترابط كل اجزائها مع بعض. هي الشجرة دي حتت متقطعة، الترابط ان كله بينتمي الاصل واحد الوصال، وان كل الفروع متربطة مع بعض، خلصت ان هما 114 صورة، انما الترابط ما بين القرآن وبعضه. عشان كده اعجاز الترابط الموضوعي في القرآن ما بين كل صورة والصورة اللي بعدها اعجاز. ازاي يعني سورة النحل وسورة الاسراء؟ يقولك ايه العلاقة ما بينهم مثلا؟ فيقولك كل اخر صورة مترابط مع اول الصورة اللي بعده. اخر آية في سورة النحل ايه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أول آية في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. يعني إيه؟ آخر النحل ربنا قال للنبي أنا معاك. طب إيه المعية دي؟ الترجمة العملية للمعية إيه؟ رفعوا سبع سماوات ووداه في الإسراء يؤم الأنبياء. يبقى أول سورة الإسراء تطبيق عمل لآخر سورة النحل. طيب أول سورة النحل علاقته بآخر السورة اللي قبلها اللي هي الحجر إيه؟ اول ايه في النحل اتى امر الله فلا تستعجلوا. اخر ايه في الحجر ايه؟ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ياتيك في اول النحل اتى امر الله، جاي اهو فلا تستعجلوه. يبقى اذا الترابط ما بكل اخر سوره مترابط مع كل سوره مترابطه مع اللي بعدها ومع اللي قبلها. يعني مثلا سوره اقرا اللي هي سوره العلق، بعدها سوره ايه؟ القدر. بعدها سوره القدر، ان انزلنا في ليله القدر. ليه؟ لان سورة العلق بتتكلم لما انت كنت حتة علقة سنت ونص متعلق في الدار الرحم، علقة ملهاش اي قيمة. سورة القدر ملائكة السماوات نزلالك، بقى ليه قدر؟ ايه اللي حولك من علق لحاجة الكون كله بيحتفل بيها؟ قرآن. ان انزلناه بسبب نزول القرآن. يبقى القرآن هو اللي خلى ليك قدر. يبقى انت علقة، بس اللي خلى ليك قدر في الكون ايه؟ قرآن. فانت على قد اتصالك بالقرآن على قد ما يبقى ليك ايه؟ طب لو قعدنا نتكلم في القرآن كله من اول لاخره بلا استثناء يا جماعة، بلا استثناء، سورة الفاتحة وسورة البقرة الترابط اللي بينهم ايه؟ احنا في الدورة هنا شرحين سورة الفاتحة في ثلاث مرات، الترابط اللي بين الفاتحة والبقرة ايه؟ ايوة ما شاء الله. في الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، وده مفتوح الفاتحة. الفاتحة دعاء اهدنا، الهداية يا رب. اول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انت في الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، فربنا بيقول لك عايز الهدى، اهو الهدى اللي هو الايه؟ قرآن. كأن اول البقرة هو استجابة لدعاء ايه؟ سورة الفاتحة. طيب ايه العلاقة ما بين البقرة وآل عمران؟ ايه الترابط؟ البقرة وآل عمران، البقرة بتكلمك عن الاحكام والاحكام اللي بيقوم بها الدين والعبادات اللي تقوم بها الدين. يبقى البقرة هي بناء الاسلام، انما آل عمران بتكلمك عن ايه؟ النص الاولاني الشبهات بتاعة النصارى ضد الاسلام، والنص الثاني السيف غزوة احد اللي جايين يدوا الاسلام. يعني سورة آل عمران بتقولك ان وانتوا بتبنوا البناء بتاع سورة البقرة اهل الباطل مش هيسيبوكوا، هيحاربوكوا بالشبهات وبالايه؟ وبالسيف. فسورة آل عمران بتقولك اهل الباطل لا يمكن هتسيبوكوا تقعدوا تبنوا من غير ما يحاولوا يقطعوا عليكوا الطريق. فسورة البقرة كيف تبني، وسورة آل عمران كيف لا تهدم، كيف تحمي. ماشي ما شاء الله كلام الكبير ده ما شاء الله. سورة البقرة كيف تبني، وآل عمران كيف تهدم. عشان كده كان ايام سنة 67 كان طلع بقى كلام ايه؟ لا صوت يعلو فوق صوت الايه؟ المعركة، كل امكانات الدولة عشان اتغلبنا، فدخلنا في حاجة اسمها ايه؟ حرب الاستنزاف 6 سنين. هل هينفع لا صوت يعلو فوق صوت المعركة 6 سنين؟ الناس لا تاكل ولا تشرب ولا تعيش في امان 6 سنين. فطلعوا شعار تاني اسمه ايه؟ يد تبني ويد ايه؟ تحمل السلاح. اهو سورة البقرة يد تبني ويد تحمل السلاح، احنا بنبني. انما سورة آل عمران ايه؟ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ده احنا بنتحرض لحرب ابادة.
ازاي انك انت في فترات هتيجي عليك ازمات شديدة لازم كله يقف مع الدين فيها. طب كان المتوقع بعد البقرة وآل عمران الصورة اللي بعدهم يبقى اسمها صورة ايه؟ هي الصورة اللي بعد البقرة وآل عمران صورة ايه؟ النساء. طب انت لو بدماغك كنت تتوقع اللي بعد البقرة وآل عمران الصورة يبقى اسمها صورة ايه؟ رجال. ليه؟ لان البقرة وآل عمران عايزة رجالة. هو مين اللي هيطبق المنهج المهول ده بتاع البقرة وآل عمران اللي رجالة؟ ها؟ فجت صورة النساء ليه؟ انت مين يا ابني؟ تعالى يا ابني جنبي. انت سارق انت بتعمل ايه؟ ما شاء الله يعني ما يكون واحد معانا. لان البقرة وآل عمران عايزة رجالة واللي هيبني الرجالة هم الايه؟ هم النساء. اوعوا تهملوا دور النساء في البناء. اوعوا تهملوا. هات لي اي صورة من صور القرآن وتعالى نشوف الترابط اللي بينها وبين اللي قبلها وبينها وبين اللي بعدها. اعجاز. صورة الفاتحة اول صورة في القرآن وصورة الناس ايه؟ اخر صورة في القرآن. ايه العلاقة بينهم؟ سورة الفاتحة بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية. سورة الناس بتقول لك ايه؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من ايه؟ من شر الوسواس الخناس، اللي هو قال لأقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم، ها؟ اللي هو قاعد لك. فسورة الفاتحة هي طلب الهداية وسورة الناس هي طلب الوقاية. فسورة الفاتحة يا رب عرفنا طريق المستقيم، طب هديت فيه، طب الشيطان واقف لك يا رب احميني منه عشان اعرف اكمل. فما بين طلب الهداية وطلب الوقاية القرآن كله جاي. هات يا عم اي سورة في القرآن واي سورة من اللي بعدها واللي قبلها. اعجاز يوقد من شجرة، القرآن ده شجرة قمة الترابط، والشجرة بترجع لساق واحدة، بترجع لأصل واحد. يعني مهما لفيت في الصور ال 114 صورة بيتكلموا عن موضوع واحد اللي هو ايه؟ عظمة الله، أسماء الحسنى، تتكلم عن أسماء الحسنى، تتكلم عن جلال الله. يعني أنت ما يعني، وهذا من معجزات القرآن المهولة. إن يا جماعة يعني لو جبت مثلا إيه، تعالى مثلا يقول لك إيه الشاعر الفلاني مثلا الكبير أوي أوي لقنا له قصيدة في الإيه وهو طالب في الجامعة أو هو في ثانوية عامة. لما بتقارن القصيدة دي بالقصيدة بتاعته عنده 50 سنة بتلاقي في فرق ولا لأ؟ فرق مهول في النضج وفي الحبكة الشعرية وفي الصنعة في العروض وفي كل حاجة. لازم الإنسان تجارب الحياة بتغير فيه. يعني مثلا يقولك الداعية مثلا داعية كبير فضيلة الشيخ محمد حسان، فيقولك ده احنا لقينا كلمة للشيخ حسان وفي ثانوية عامة. انت متوقع لما تلاقي له كلمة في ثانوية عامة هتلاقيه بيتكلم زي دلوقتي؟ نفس القوة العلمية، نفس المتانة، نفس النضج الفكري، نفس التصور الواضح، نفس مش ممكن. هتلاقي دي زي ديت، هتلاقي ممكن يبقى في حاجات حلوة بس ايه، ممكن تقعد تضحك ياه ده كان صغير، ياه ده كان مش عارف ايه. فانما اول آية نزلت في القرآن لآخر آية نزلت في القرآن قمة النضج، قمة الفهم، قمة الاعجاز البلاغي والعلمي والاسلوبي والفكري والروحي والنفسي. مفيش فرق من اول اقرأ لحد وليكتب، من اول القراية اية القراية حد اية الكتابة، من اول اية نزلت لاخر اية نزلت اعجاز. بل اول اية في القرآن نزلت اقرأ واخر اية نزلت في القرآن وليكتب، هي وما قبلها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. يبقى اذا ده ما بين القراءة والكتابة جاي القرآن، يعني ده كتاب علم. يعني تحس ان في ترابط اصلا من اول اية واخر اية. شجرة شجرة قمة الترابط، قمة الترابط. ما تلاقيش آية بتتكلم في موضوع في صورة تقوم آية تيجي في صورة تانية تتكلم تضربها، ما فيش، كله بيتكامل مع بعضه، قمة الترابط، كله أصل واحد. فهذا من إعجاز القرآن المهول، شجرة. ولو فهمت أنت بقى الترابط اللي ما بين القرآن ده تفهم بقى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ الإيمان إيه؟ بدو نصبنا إيه؟ شعبة، شجرة وطلع منها بدو نصبنا إيه؟ شعبة. كأن الإيمان ده كله حاجة واحدة وما بين الأعمال الصالحة كلها في ترابط، وكذلك الإيه؟ القرآن. طب دي شجرة مباركة، إيه بقى مباركة؟ يعني إيه مباركة؟ يعني أنت بترمي بذرة مثلا برتقان تبقى شجرة تطلع لك كل موسم 500 برتقانة مثلا معايا، أو 100 برتقانة مثلا. يبقى البركة إنك بترمي بذرة. فإيه البركة بقى بتاعت القرآن؟ ان انت اللفظ الواحد ممكن تخرج منه بألف استنباط، ان انت الكلمة الواحدة تخرج منها بألف معنى، ان انت الآية الواحدة تلاقي فيها اعجاز علمي واعجاز
إيماني وروحي وإعجاز نفسي وإعجاز لغوي وإعجاز بلاغي وأسلوبي وتركيبي وإعجاز في الألفاظ وإعجاز الكلمة الواحدة تمسكها في القرآن عالم عالم مقول. الكلمة الواحدة بس تمسك الآية، بعض المفسرين تلاقي يمسك الآية ممكن يعمل لك كتاب في آية واحدة مباركة، انك تعرف ان الآية الواحدة ممكن تخرج منها بفوائد تصلح بها علاقتك بمراتك، وفوائد تعبد بها ربنا، وفوائد تعرف تدخل منها للناس في الدعوة، وفوائد لما الدين يقوم في المجتمع يعرف يقود المجتمع. الآية الواحدة مليانة فوائد، الكلمة الواحدة. تعالوا نجيب اي كلمة في القرآن، اي لفظة في القرآن، اي حاجة في القرآن هتلاقي. تعالى هات اول آية في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ادي آية. انما انت ممكن تخرج منها بايه؟ ها قولوا كده، ممكن نخرج منها بايه؟ ماشي، ان الدين بتاعنا ده اول حاجة في اقرأ، جميل، وتخرج منها بايه؟ معرفة عن الله، وتخرج منها تاني بايه؟ هو النبي كان بيعرف يقرأ؟ ومرة ربنا بيقول له اقرأ ازاي؟ تكليف بما لا يطاق؟ لا، يبقى معناها ربنا لو تولاك اللي ما كنتش تعرف تعمله هتعمله، واللي ما كنتش بتقدر عليه هتقدر عليه، يبقى ولاية ربنا. وايه كمان؟ اقرأ آيات الله الايه؟ قرآنية، اقرأ القرآنية. الذي خلق، خلق آيات الله الايه؟ كونية. يبقى أول آية في القرآن اتكلمت عن القرآن والكون اللي هم أعظم بابين للوصول إلى الله، ده من أول آية لسه. طيب اقرأ فعل ايه؟ أمر لمجموعة ولا الواحد؟ واحد. طب وبعد كده قوم الليل وقوم فأنذر، لفرد ولا المجموعة؟ لفرد. على ما جت يا أيها الذين أمنوا، النبي تعب قد إيه؟ يبقى تعرف إنك في الأول لازم هتستعمل لوحدك، ولازم هتشيل لوحدك لحد ما هيطلع صحبة الإيمان اللي تمشي معاك في الطريق. يبقى من أولها وطن النفس على العزم. لما يجي اقرأ قوم الليل قوم فأنذر، أوامر تكاليف. ليه؟ لان انت عندك مكانتين جواك، مكانة الفطرة ومكانة النفس. مكانة الفطرة بتاعت القلب دي نايمة خالص، مش حاجة مشغلاها، عاملة زي العربية اللي بقالها سنة ما ضارتش. ومكانة النفس بتاعت الرغبات والشهوات، وانا عايز وابقى كبير والناس تبصلي ويبقى ليا موقع ويبقى معايا دنيا واتجوز اجمل النساء واعمل الشهوات اللي انا نفسي فيها. مكانة النفس شغالة شغالة شغالة. فالقرآن نزل في الاول عايز ينيم مكانة النفس ويقوم مكانة القلب، فبيقومهم بايه؟ بالعمل مش بالكلام. اقرأ قم الليل قم فأنذر. يبقى انت في بداية علاقتك بربنا تقعد تسمع كلامه بس، ولا لازم تجتهد في العمل الصالح؟ تجتهد في العمل الصالح عشان مكنة النفس تنام، ومكنة القلب العربية اللي بقالها سنة ديت ما بتدورش ديت مش هتدور بسهولة تدور. طيب اقرأ باسم ايه؟ ربك، مش باسم الله. طب ليه لفظ الربوبية في الاول؟ ليه لفظ الربوبية اللي كله حب وكله عطاء في الاول؟ تحبيب. باسم ربك الذي. لو قعدنا نتكلم يا جماعة لو قعدنا نتكلم مفيش يا ابني، ده انت الآية الواحدة ممكن تخرج منها بخمسمائة حاجة في طريقك الى الله، وفي دنيتك وفي حياتك ومع امراتك ومع اولادك. يبقى اذا شجرة مباركة، اللفظ الواحد، الكلمة الواحدة، الحرف الواحد، الحرف الواحد تخرج منه بألف فايدة، بألف فايدة. شجرة زيتونة، القرآن يتشبه بالزيتون ليه بقى؟ الزيتون كله خير، جميل، ده حتى بيقول لك الغابات اللي فيها شجر زيتون الهواء بتاعها نظيف، يعني الهواء بتاعها غير الهواء بتاع ايه؟ الاشجار التانية، يعني ماشي جميل. وايه كمان؟ الزيتون كله خير، والخشب بتاعه كله خير، والثمار بتاعته كلها خير، بس في حاجة في القرآن نفسه، ها؟ ازاي بقى؟ جميل جدا، ما شاء الله، جميل جدا، ان ربنا ايه؟ ما هو جميل بقى تشبيه الآية بالزيتون في ايه؟ ربنا يقول لك وشجرة تنبت في طور سيناء، وشجرة تنبت تخرج في طور سيناء تنبت ايه؟ بالدهن وصبغ للآكلين. فقال لك ايه الصبغ ده؟ فقعد بقى علميا يقول لك مش عارف مادة الايه اللي بتدي اللون بتاع الجلد، المهم صبغ للآكلين. فربنا لما اتكلم عن القرآن في سورة البقرة قال ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ صبغة الله، صبغة الله. يبقى كأن القرآن صبغة لكل حاجة في حياتك، بيصبغ قلبك وحياتك ورؤيتك ونظرتك وجوارك، بيغير لك كل حاجة في حياتك. صبغة. وانا لما بصبغ بنطلون
في رجل بتتسبخ ورجل لا، الاثنين كل حاجه بتتسبخ فيك. ها زيتون بيصبغ كل حاجه في حياتك، زيتونه لا شرقيه ولا غربيه، لا ولا لا ولا. يعني ايه لا شرقيه ولا غربيه؟ يعني حتى الحريري في المقامات بتاعته سمى شجره الزيتون شجره لا ولا. يعني ايه؟ القران يقول لك لا شرقيه ولا غربيه. ايه بقى لا شرقيه ولا غربيه؟ قال لك وسطيه القران ده، اعتدال الدين ده، اعتدال الدين، ان الدين ده لا هو ماشي كده ولا مش، لا في تشدد ولا في تسيب. وقال لك ان الحاجه اللي لا شرقيه ولا غربيه النور عليها 24 ساعه، الشمس من اول ما بتطلع لحد ما بتغرب عليها، فبتكون انضج ما يكون. فعظمه الدين ده يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ايه معنى الكلام ده بقى؟ يعني ايه من غير ما تجيب عود كبريت وتحطه على الفتيله الزيت منور لوحده؟ هو ايه الزيت؟ ايه الزيت؟ قرآن وسنه، قرآن، الدين ده الاسلام ده الزيت، ده معاني هذا الدين، ده عظمه هذا الدين، ده عصاره هذا الدين. طيب وايه النار ديت؟ ها قلبك انت بقى اللي نور فيه الايه الزيت ده وبقى منور. طب يعني ايه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار؟ هو الوقت المسلمين يا جماعه ها منورين ولا مطفيين؟ بالنسبه للغرب لما يبصوا على المسلمين ها يقولوا الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله على الاخلاق وعلى التقدم وعلى، ولا يبصوا على المسلمين كده يقولوا بصوا بصوا الناس دي عايشه ازاي اصلا؟ الناس دي طايقه نفسها ازاي؟ ها يبقى احنا ايه؟ يبقى يعني اخت يعني 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 كنديه بتقول لزوجها انا يعني ايه عندنا في كندا الست بتشتغل وتحط فلوسها بتاعت شغلها كلها مع جوزها، هو يصرف على البيت ولو فضل حاجه ممكن يديلها وممكن ما يديلهاش. فهو مستغرب يعني ده في ده الكلام ده في كندا؟ يا سلام، احنا اللي بيوصل لنا يعني ان هناك الستات يعني متنططه يعني والدنيا مش كده خالص يعني لا طب امال اللي احنا بنسمعه ده ايه؟ قالت له ده اللي بيصدروه لكم عننا، انما ده مش حقيقتنا، ده مش ايه؟ ده مش حقيقتنا، ده اللي بيصدروه لكم عننا. فاحنا يوقد من شجره يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هل احنا يا جماعه نموذج حسن للاسلام؟ هل احنا نموذج حسن؟ امال بره بيسلموا ليه؟ رغم ان مفيش نار، مفيش نماذج اصلا قدوه الناس دي تنبهر بيه. الناس زمان انبهرت بخالد بن الوليد فاسلمت، انبهرت بعمر بن الخطاب فاسلمت، انبهرت بابو بكر الصديق فاسلمت، انبهرت بمصعب بن عمير فاسلمت، المدينه كلها انبهرت. انما انت مين فينا مبهر اصلا؟ مين على اخلاقنا ومعاملاتنا واحوالنا والعياذ بالله؟ امال بره علماء بره بيسلموا ليه؟ امال مفكرين بره بيسلموا ليه؟ امال سياسيين بره بيسلموا ليه؟ امال حكماء بره بيسلموا ليه؟ يكاد زيتها يضيء ولولا تمسسه نار. من غير نماذج بشريه تتحرك بهذا المنهج القران نفسه منور اللي هياخده. عشان كده مشروع جريتس قران اللي هو القران ببلاش يعني يعني كنا شغالين فيه في العالم بفضل الله سبحانه وتعالى ايام بقى ايام الفضائيات، كان المعدل كل اربعه بيتهدى لهم المصحف واحد بيدخل في الاسلام، كل اربعه بيقروا المصحف واحد بيدخل في الاسلام. عشان كده ايامها سيبنا خالص طباعه الكتب بتاعت الدعوه الاسلام وبدانا نعمل ايه؟ نطبع المصحف باللغات المختلفه ونبعت من خلال جمعيات تبليغ الاسلام طبعا يعني فانك انت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. عظمه هذا المنهج نور على ايه؟ يا نهار ابيض احنا عندنا قوي، نور على نور. هنقف عند هنا يا اخواني ان شاء الله باذن الله. انا كان نيتي ان انا مش هشرح الايه دي في الاول، انا كان نيتي ان انا هدخل الاول بقول الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قلت الدخلة دي صعبة شوية احنا وقفنا مع آيات الله نور السماوات والأرض ليه يا جماعة؟ قلنا النور مقطوع يا جماعة، النور مش مقطوع من البيوت الوقت بس، النور مش مقطوع بس كل شوية النور يقطع ونقعد وربنا يستر والصيف داخل، ربنا يسترها على مصر يا رب، ربنا يفرج كروبات أهل مصر يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب. فاحنا قلنا عايزين النور يجي جوانا، فقلنا هنتكلم عن ايات الله نور السماوات والارض. روعه الايات دي في ايه؟ ان الايات دي واحنا ماشيين معاها هتقول لك اسباب النور يجي في حياتك ازاي. انت عايز حياتك تنور؟ عايز قلبك ينور؟ عايز ايمانك ينور؟
عايز النور يملى حياتك في زمان الظلمات. هو اللي عملوه دول؟ هو الشيخ فلان الصح ولا الشيخ فلان؟ هو الموضوع الصح ولا الموضوع ده؟ هو الجماعة الفلانية صح ولا الجماعة دي؟ هو الصح كان مش عارف يعملوا ايه في رابعة ولا بتاع ولا بيعملوا ايه؟ هو توهان، ضلمة، شبهات، كروهات، الدنيا مش منورة. طب احنا عايزين الدنيا تنور. الوقت احنا مش عارفين نرد ربنا ازاي، نوصل لربنا ازاي. فخدنا آية المشكاة، آية الله نور السماوات والأرض، خدنا الآيات اللي بتتكلم ازاي النور ده يجي في حياتنا، واتكلمنا النهاردة بس عن وصف المصباح اللي لو جه نور ربنا في حياتك هيبقى معاك المصباح ده.